بمبادرة تراحم. الحقيقة انه انت طول الوقت عارف انه الظروف طبعا الاقتصادية صعبة، واحنا عارفين انه نسبة الفقر في لدينا في مصر عالية جدا، ودي مش حاجة نتكسف منها، دي حاجة نتكلم فيها طول الوقت عشان نعرف ازاي نقدر نحلها. الحكومة طبعا عليها الدور الاكبر، البرلمان عليه طبعا اكيد دور من خلال التشريعات والقوانين والادوات الرقابية اللي المفروض يستخدمها طول الوقت، وايضا المجتمع المدني عليه دور. بس بعيدا بقى عن كل المؤسسات الكبيرة دي والكلام الكبير ده، الحكومة والبرلمان وكده، احنا بقى كأفراد عاديين جدا، حضرتك كأم، حضرتك كأب، انت كشاب، احنا كلنا مع بعض كده نقدر نعمل ايه؟ نقدر نعمل زي ما في شباب جميلة جدا عملت، شباب متطوع فضلوا ماشيين كده في محافظتهم في كفر الشيخ، وقاعدين بيفكروا ازاي يقدروا يدخلوا البهجة والسعادة على نفوس الفقراء والمحتاجين، يعملوا ايه؟ يوزعوا عليهم اكل، بس الحقيقة انه مش اي اكل، ربنا يكرمهم يا رب، دي اطعمة فاخرة، ودي مبادرة اطلقوها بعنوان تراحم لاطعام الفقراء. الحقيقة كمان انه كلمة الغلابة اولى، وكلمة المحتاجين، وكلمة انك تقف مع الناس دي حاجة مهمة قوي. وخلينا دايما فاكرين انه الصدقة بكل انواعها، يعني سواء بتدي فلوس، سواء بتدي لقمة اكل، سواء بتدي هدمة، واحنا داخلين على الشتاء كل سنة وحضراتكم طيبين، هنبقى محتاجين قوي ان احنا ندي اللبس الدافي من عندنا، ندي الحاجات بتاعة الولاد اللي صغرت عليهم، بطانية زيادة عندك مش محتاج لها قوي بس هتنفع حد جدا. فأي نوع من أنواع الصدقة اللي انت بتقدمها دي، خليك طول الوقت فاكر انه بجد مش يعني مش كلام كده بس، حضرتك بتديها لنفسك قبل ما تكون بتديها للفقير، لأنه الصدقة دي بدعوة مخلصة وخالصة وطالعة من القلب من هذا المحتاج ليك. أولا احنا كلنا فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، كلنا أيا كانت حساباتنا وأرصدتنا في البنوك قد إيه، فقراء نحتاج إلى الخير عشان بإذن الله يثقل في موازين حسناتنا. مجموعة من الشباب المتطوع في مدينة بيلة في محافظة كفر الشيخ قاموا بنشر مبادرة سموها اعتبروا ابنك، اعتبر المحتاج ده ابنك، وقاعد في مكان ما في بيته، وقاعد على الرصيف، قاعد في اي مكان ومحتاج ان هو يبقى عنده شنطة فيها ادوات مدرسية للاطفال المحتاجين، فيها كتب، فيها اي حاجة انت عندك في البيت. كلنا والله ده احنا اكتر شعب في العالم بنخزن في بيوتنا حاجات مش محتاجينها، بس بيصعب علينا يقولك هيجي لها عوزة. هي احلى عوزة بقى هي العوزة اللي ممكن تكون عند حد من الناس دي، دي الحاجة اللي تطلع فيها الحاجة دي وانت مستريح. تعالوا نشوف مع بعض زميلنا عبد الله منتصر عندما التقى بمجموعة من الشباب المصريين اللي بندعي لهم ونتشرف ان احنا نقدم لهم هذا التقرير لإدخال السرور على المحتاجين، وهذه المبادرة مبادرة لإطعام الفقراء. الفكرة كانت بدايتها فكرة بسيطة، ان الشباب استغلوا وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت في ان هم يساعدوا الناس المحتاجين ويخففوا الاعباء عن الناس، فجاءت فكره حمل التراحم لاطعام الطعام. وبالفعل الشباب ربنا يبارك فيهم قاموا بالمهمه دي، ان هم طرحوا الفكره ونشروها بين الناس، في ناس محتاجه انها تعمل خير، ناس عليها كفاره يمين او كفاره زهار، او ناس مفطره في شهر رمضان فلازم ان هم يطعموا عن كل يوم مسكين. فالفكرة جت من هنا، وكان عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني كشوفات بالناس المحتاجين من خلال كل حي، خاصة الأحياء أشد فقرا. هو احنا مقسمين البلد لمندوبين، عندنا مندوب مثلا في كل حي، المندوب ده هو المسؤول عن توزيع الوجبات لكل أسرة عن طريق ان هو بيبحث عدد الحالات الموجودة في الحي وظروفهم المادية، وبالتالي بتقدمها بطريقة معينة انها لا تلفت الأنظار. كلمنا عن دور الشباب، وانتوا شايفين ان الحملة دي بتقدم فعلا خير والناس بتتواصل معاكم عشان تتبرع؟ طبعا احنا الناس بتتواصل معانا عن طريق صفحة بيلا توداي، وديت المسؤولة كلها عن جمع التبرعات. احنا كنا في رمضان بنعمل كل يوم وجبة، في الايام العادية دي بنعمل من 6 لـ 4 في الحدود دي كل شهر. وعندنا برضو بعض الانشطة التانية مثل حملة صندوق النور، ده الصندوق ده بيهدف لصرف العلاج للمحتاجين والمرضى المحتاجين الفقراء. وبرضو عندنا نشاط شنطة رمضان، عملنا السنة دي 1200 شنطة رمضان بتكلفة الشنطة حوالي 140 جنيه،
وعندنا برضو حملة اعتبر وابنك ديت بنقدم الأدوات المدرسية مع شنطة المدرسية للأطفال الأيتام والمحتاجين عن طريق المسجد من هنا أو من عن طريق الأخصائي الاجتماعي. عدد وجبات احنا بنجيب في الأسبوع أكثر من 200 وجبة أسبوعيا، بقالنا بفضل الله أكثر من سنة وشهرين في الموضوع ده، بنوزعها حضرتك على الأحياء. الأسرة مثلا الثلاث أفراد بتاخد ثلاث وجبات تقريبا. الوجبة بتكلف قد إيه؟ الدواجن بتتكلف 17 جنيه، واللحوم ساعات بنجيبها ضاني دي بتبقى غالية شوية بتتعمل 30 جنيه، واللحم البتل والكلام ده 25 جنيه. احكي لي بقى انت بتعمل ايه في الحملة؟ يعني اذا ربنا قدرنا على حاجة بودي اجيب واجيب من الطباخ، اودي اوزع شوية كلام من ده. يعني شعورك ايه وانت بتعمل عمل كده، يعني عمل خير والوجه لله مباشر؟ يعني مش هتعرف قيمة الشعور الا ما تعمله بنفسك. هتلاقي بسم الله ما شاء الله ربنا مسهل في كل حاجة، حتى في المشوار، حتى فيما بعد خلصت ربنا مسهل في حاجة تانية. بتحس ان شعور الناس ايه اللي لو محتاجة ولقيتك بتخبط عليها بتقول لهم اتفضل؟ يعني بتحس اولا انت كاحساس داخلي ان طفل يتيم عاوز يتراضى او عاوز يعني اقل حاجة بتبسطه، وشعور انك بتودي انك ربنا بيسهل ويديك الصحة وتوزع للناس.